حقيقة والله غير يعني في هذا الأمر يعني جديد جدوا للأمر هذا يعني سجل النحاوة وداروا يعني الأنونيم اللي كان من قبل في سجل الشكاوي يعني والله غير حاجة مليحة دوك كي داروا يعني فورميلاغ وباش انسان يكتب باش يعرفوا الناس الطبقات كامل الناس المجتمع. الاسباب البيروقراطيه هي كانت هذا المشكل اللي كان مقبل، لان الروجيست هذاك الروجيست القديم هو سيبري قديم، حتى طريقه الاداء تاعو كانت قديمه، الناس راهي دوكا مع العصرانه ودوكا رانا مع الرقميات تو صابو دير تشونجات الحاله للاحسن. اي حاجه يعني اللي تحارب البيروقراطيه رانا معاه، لازم المواطن ما يبقاش دائما كما يقولوا حاكمك وانا ويتكلم في هكذا، لازم كاع نشاركوا في محاربة البيروقراطية. مثلا في البلديات ولا في الولاية ولا في البريد ولا في ليزامبو ولا في أي مكان، لازم المواطن يعطي كلمته باش تكون عندنا نظرة مليحة وباش يعرفوا بلي الناس راهي تتبع يعني في الأمر هذا، وخاصة الاستقبال. احنا عندنا مشكل دائما في الاستقبال، عندنا شويه ناقصين في الاستقبال، لانه الانسان راهو خدام راهو خالص عليها نورمالمون الاستقبال يستقبل الناس مليح، واللي عنده حاجه حقه يديه واللي ما عندوش حقه يا خويا بظرافه بكلام حلو وكذا يفهموا بالقانون يقولوا كذا ولا يوجهوا يعني للجهات اخرى. هذا السيستم اللي دارته الدوله على كل حال راح يسهل عليها المهمه ويزيد ثاني يطلع المستوى تاع الاداره اللي راه في الانهيار. احنا نقولوا ماذا بينا ان سيرتان شونجمون يسرتو في الاداره، احنا كي نسقسوا نامبورت يعني عندنا واحد الظاهره في الاداره، شغل واحد كي يدخل الاداره راسو يبدا يوجع، بصح ما نهضروش على الاداره القديمه، لان ماذا بينا احنا يكون نوع من التغيير، والتغيير منين يبدا؟ يبدا من المواطن. انا شفت يعني مثلا ديريجيست في البوستات في الاخر تكتب يعني وشفت يعني اذا كانت حاجه مليحه قال نشكركم يعني الخدمات يعني كنت تقدموا فيها ما شاء الله، واذا كانت خدمات دنيئه ولا متدينه نكتبوا قال باللي هذا فيها خدمات يعني ماهيش في المستوى. وهذه تاع الانفيشه اللي تكلم عليها ثاني حاجه مليحه، ولكن الانسان اللي يشدها يكون امين، ماشي يخبي الحاجه اللي تنتقد ويخلي كما يقولوا الاشياء اللي غير تقول راهي توفا بيان. لا انا ماذا بيا كي نروح نخرج ان بابي ولا نحب السهولات، كرهنا من الصعوبات هذوما، رانا حابين للافضل وللاحسن. نشونجو دي شوز اللي مليحه للمواطن ومليحه لكل واحد. لازم يكون الانسان واعي، لازم يعرف حقه ويعرف الواجب تاعه، لازم يؤدي الواجب تاعه ومن بعد يطالب بحقه، ماشي ما يديش الواجب تاعه ما دي... لا يطالب بحقه بصح يعرف القوانين باش يخدم في اطار قانون، باش كيشتكي في اطار قانون ويوصل الرساله تاعه باش المسؤولين يسمعوا.